جود مورنينج نمتيني صباح الخير نمتيني حسن ما سوت التالي شو يحسن بي؟ ما يخلص تريت لبها تريت على صبح شو؟ لا هوب 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 بس هوب؟ زي يعني خلاص كل شيء طلع؟ اي Good morning, Gail. Good morning, sir. Salah, eat anything? Yeah, yogurt and strawberry. Okay, يلا. قول لهم صلاح ترى اليوم يوم اللا. اللا. اليوم ماشي سناب. ماشي. لا تريون. قول لهم لا تريون. إن شاء الله. قول لا تقولوا ما قلت لكم. إيه. صبر. قول لهم لا تقولوا ما قلت لكم. إن شاء الله. لا قول لا تقولوا ما قلت لكم. زين قول. إيه. ترى اليوم يوم اللا لا اليوم يوم شو لا ايوه يا صح وين خديه انا ما اعرف انت ما تعرف انا ما اعرف خديه انا ما اعرف اكيد ما تعرف لا. يعني قايلين لك لا تخبر اي خبر خبر قايلين لك لا تخبر إيه؟ هي قالت لك لا تخبر ما... خلي خلي لا لا تخبر انها مسافره بترد يوم الجمعه الجايه ايه ايوه يعني حين هي موجوده لا ولا مسافره لا سياره موجود بس سياره موجوده ايه؟ وخديه وين ما اعرف يعني انت ما تعرف يعني هي قالت لك تخبر ولا ما تعرف ما اعرف ما يخبر تبوي موضوع كبال سناب 100 سناب حينه خديه وين ما اعرف هي قالت لك لا تخبر لا خديه مسافره ولا موجوده لا موجوده ما نسافر دوله ها ما اعرف الحين خبرنا خديه و... لا يقول لك سيره تعال الموضوع مطول داخل يقول لك تهراني ما ادري يلا خديه وين؟ ما اعرف كيف يعني ما تعرف؟ ما اعرف مسافره ولا في ابو ظبي؟ لا مسافره؟ الناس تشتغل تشتغل بعد تعلم تكذب خديه ما بمسافره لا لا ما اعرف والله السر عندك ابدا ترى اليوم يوم اللا لا هاي حالات استثنائيه هلا خفيف خفيف ايوه لان هاي اشياء من النوادر تحصل فلذلك يا صدق ان الكاميرا هي بعاد بلا قاطر رقبك زين شو يعني حينه اليوم شيء سناب ولا ما شيء؟ ما في زين يلا شكرا صراحه عرفت الرجال منو؟ منو هالرجال؟ كيف يعني ما تعرفه؟ أنا قلت سولت هذا ما أعرف هذا الرجال اللي صار وياي أنا طوكيو إيه تحيده؟ إيه هاك الرجال الفنان الرجال الطيب الخير اللي ياكل كل شيء ما شاء الله عليه حالك محمد الله يسلمك يحفظك كيف حالك؟ صراحة رحنا أنا ومحمد طوكيو اليابان اليابان تبع النيسان ها آه. شفتنا هذا الرجال اللي لابس بنطلون هاك اليوم هاك اليوم اليوم حلو وهاك اليوم والله هن في الحلا ترى السفره بالعقال ما شي شراتن الله يحفظك ان شاء الله يا مرحبا يا مرحبا الله يحفظك ان شاء الله شوف هذا قلنا لكم السلك الاولي من حد يجبل عليك انسان غريب او غريب ولا جريب لازم الدله الاوليه تنشل حتى لو ممزوره هذا مذهب العرب الاول من سلك العرب الاول ان يوم حب يجيك لازم تبدل الدله ما تعطيه من دله مكمله ساعه ولا ساعتين مكمله تلق انت منها لا لازم على شرف اللي جاي ايا كانت مكانته ضروري انك تلجم له دله جديده ويستاهل والله مدير مبيعات المسعود الله يطول عمرك ويحفظك ان شاء الله يبارك وحشه يا ابو الله يسلمك يا حبيبي الله يحفظك ان شاء الله شكرا يا حفيظ حفيظ الحين ترى روحه يعرف يعني من يعرف ان حد بيجي روح ابوي لقم الدله ويابها بدون هود ولا هدا لا خلاص مره واحده يلا بارك الله فيك يا حفيظ ها السحي جايين البارحه من عندهم طحنوني على الله يطول بعمرها فراده فرض هاي يقولون الفرض عمود الارض بعته غناك وكلته هناك ونحن ابوي خلينا هالعود بنشوف يتغانل ولا يتغانل ولا ولايتي ها يلا ميك لا رجال تبوا يا يمايا خلاص ايوه حجي ها حبيبي
زين اصبر علي، خلي الريال ارضها تحر. عجيب انت بتحاسبهن عليها؟ لا خلي ياكل ثلاث حبيبي. الفار ترى ما في زود حلاوه. والله حلو. يا رج الله يا رج الله يا دوارك يا رج الله. يا رجال الله يا دوارك يا رجال الله ثانك يو اوكي. شو صلاح شو تقول حق الريال؟ انت سائل المعرض مالهم؟ لا ما يشوف. لا ما سائل ما يا ما يا معرضكم؟ لا ما يا انا. دلتوا معرضهم وين؟ دل في الخلديه. ادى الوكاله في الخلديه. تعالي تعالي دخني صلاح، حطي المدخل تحت صلاح. صلاح نش حبيبي نش واجف. سعيد بن خالد تعرف الرجال هذا منو؟ لا هذا محمد بن عبد الله. عبد الله هذا محمد عبد الله ابوي مدير معرض شو هو؟ مدير مبيعات الشخصيات المسؤول في اي سيلز مانجر. اي في اي بي سيلز مانجر. ها ما يبيع ما بيع بعد اي حد بس الخصوصيين الفي اي بي. هذا سعيد ولدي والله 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 في الخدمه الوطنيه. انا ياني احمد. اي احمد شفته؟ احمد ياني. اي المعرس عاده هذا. احمد المعرس عاده. شكرا على الشنطه يا حبيبي. الله حبيبي بارك الله فيك. شكرا شكرا جزيلا. هي زين هذه بنفسجي بعد بيربل بيربل. يا سلام اللون العجيب حق محمد. يا تسلم. وين بيصير؟ بتصير بيصير بيودي سعيد بيوديه المول بيودي كوفي. يلا بعد هاي حبة حبيبي. ياسر عرفات من الكبار. حبة من الكبار. يلا مع السلامة صلاح. حصون هاك الزمان وفي بنيان وفي يعني الناس بخير يعني هبشرات باجي المحاضر قطوف من استوى الدنيا محضرهم قطوف يا هوي 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 ولا المحاضر مستريحة قطوف يا دك طبري مسوي زيران صيحة وقطوف يا النود حصن شارجيها ويعد المحاضر كلها تهديها وقطوف يا ترله زمزم ماها ويعد المحاضر كلها تبداها وبان صبح ديار الزاكي اليدي عامل ندير سوى مزهي بلاده لعتسكا قطوف نزود من هله بارد نزيت لا يلي الرعادة الله يحفظكم. انا سائر محله شره سمان ويتنا دعوه كريمه من ناسنا كرام من اماره كرام. مرحبا. وهذه الدعوه الى الله يحفظكم. بنخبر عنها عاده ولا الحين ما نركب فوق واخلص ساماني برد اخبركم عن الموضوع كله. يلا مع السلامه. شكرا. ما فيش ناظر اليوم اليوم الا ما فيش نافل اليوم اليوم الا ما فيش نافل اليوم اليوم الا الرمان المذيع. وين يحصل الرمان المذيع؟ وين بجيب الرمان المذيع؟ هذا موجود في راس الحي. صورة هالرجال فيديو اللي يتابع خروفة الرمان المتيهيل او انه رقد ولا شاب ولا كمل الحلقة رقد ولا كمل القصة واليوم ضروري انك تعيدها. يا ابوي لا عيدها ولا عندي خبر. تروم ابوي يسوي ما ادري كيف يسكرون ويبندون من يدي السناب وتظهر لك ابوي الستوري من يدي يدي وطالع. انا انما بعيد انت نفر واحد لاجلك انت. لا يا ابوي اسكنت لا في ولا الله قاله. انزين صرت ابوي توني اخذت ساماني من ثيابي شيء من لاندري وشيء من شرق وشيء من غرب ووسعت الجاكيتات وما ادري شو اني يعني اضعف قبل ما اسافر ما رمت واحتديت ووسعت الجاكيتات والحمد لله استوى الزينات. هب الجاكيتات مال البردع الاور كوت واخذت لي مشير يعني خفيف خفيف. منو بيروم يضعف قدام هالمغريات كلها؟ 5 كيلو انزل
أبوي إلا زدت 15 كيلو، كان كل يوم على هالمنوال. يعني الله يحفظكم، الخدمة تبين من شكلها إن هذا الترتيب والعلم والخبر. قالوا ياي بدنا هدري وشي، وقلت ما يحتاج تخبروني منو أبوي، ما حد يخدم ويعرف هالعبالة كلها إلا أبوي بيت الشيخة مهرها الله يطول بعمرها. هاي كلها المشايخ والعرب كلها تعرف الخدمة وكلها ترتب غاوي، لكن ترتيب بنت خالد يعني الله يحفظها لا صار ولا استوى. ترتيب طال عماركم مميز وريحته فنانة وتويسات، ها تويس الواحد شوي أكبر عن الأرنب، شوي أضرب أكبر عن الأرنب. هذا برياني عليه بيحمى شواية، وهذا يعني الله يحفظكم عيش بالروب بعد عليه ذبيح من قير، وهذا فوقه، وهذا فتح من الفتحات فتحي هذا، يلا يلا. وهذا طال عمركم على الله يحفظكم مطارة لبن بزبدها، وهاي على الله يحفظكم مطارة روب انزين، وهاي عاد العصيدة اللي تضرب في خمرة الراس. أما عاد عن هذا، هذا ما يباله كلام حدث ولا حرج، هذا على الله يحفظكم الهريسة اللي ينضرب هالوصوف اللي تنشبها واجف، اللي ميطني وميطك معروفة 100%. يعني اقطع لكم الشك في اليقين، ما يبال رمسه يوم يقول لك الهريسه اللي تنشبها واجف، ها 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 يلده يلده يلده، هاي الهريسه اللي يقول لك تنشبها واجف. وعما عن العصيده، ها يا سلام، ها شوف النضوي تغادي شرات الكريمة من كثر النضوي. ويتميز مطبخ بيت الشيخة ماهرة الله يطول بعمرها بخدمة كل خدمته اللي يخدمونها ما حد يخدم شراتهم. يعني عمرك يا بنت خالد طويل، ويعلى الله يحافظك مدبجلك يطرح لك البركة إن شاء الله في ضحنون، وإخوانه وذريتهم إن شاء الله ذريتهم والمسلمين أجمعين، فعل الله الشر والبلاء عنكم وعن كل ما تحبون. بارك الله فيك يا شيخة، اللهم لك الحمد، تجسمنا اللي جسمنا وسار شرق وغرب وما تم مكان، اللهم دمها نعم احفظها من الزوال. وروحي ترفست عاد في الروس اللي طرشت له بالنسبه للروس، عاد كان تبون الصدق ما هن علي يعطيهن حد، خليت واحد الحين كلته واثنين حق في الليل اذا الله جعلنا من الحيين. زين الهريسه على الله يحفظكم، عاده هاي الصحن رقم 2، يوم يقول لك الهريسه اللي تنشبها واجف، والهريسة اللي تبيض الويه، والهريسة اللي تطول العمر، والهريسة اللي متعف اللثام فيطرون هذه الهريسة. الهريسة ها يقول لك تتقاود، ها ها شوش قالت تتقاود، ها ها هاي يسمونها هريسة اللي تبيض الويه. يا سلام سلم، يا سلام سلم، متعف اللثام حرامي انها متعف اللثم، ما ودك حتى تصرتها وتازم الا تلوتشه 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 في ذمك بس، ما يهون عليك تصرتها. اللهم ادمها نعم حفظها من الزوال. نعم انها غير المونة، شيء اثار ولا استوى، خدمة فنانة وايد اللي خدموا الهريس العرب كلها تخدم، لكن خدمة عن خدمة تفرق أكيد، نخدم عن خدمة تهرق. وين بضعف؟ كفونا ضعف مستعيل. شو سبب أني حطيت تاريخ مال اليوم على الكرت اللي العرس متى؟ تاريخ 3/1، هذا هو عرس الشيوخ، وطالعوا كيف يتبرضون الحين. نحن حد من العرب لا عنده لا شغل ولا ضمنه ولا مسؤوليات ولا همك الله ولا هم يحزنون، ومتى يدعى العرب؟ يوم باكر العرس دعاهم، ترى باكر بعرس ولدي ولا بتعرس بنتي ولا بعرس اخوي ولا، يعني معقوله؟ ما يستوي، لازم اللي بيدعه قبل الحشر بعشر، ها تخيلوا باجي 11 يوم عن الزواج، 11 يوم عن موعد حفل الاستقبال، ومن اليوم طرشين ابوي داعي يدعى العرب، فلازم اللي بيدعى العرب وتبى الناس تي لازم ابوي يدعى قبل الوقت، قبل الوقت اللي بيسافر واللي بيكون موجود واللي بيكون مشغول واللي بيكون مخطط على سير واللي يجي. يعني حد من العرب سبحان الله يعني
روحهم يعرفون للترتيب، وحد من العرب لو عنده مليون من الثقافة ولو عنده مليون من المعرفة، لكن يوم حزة الحزة يسمون بوجر. سمعتوا بالادمي اللي بوجر؟ كان ذكر ولا انثى؟ تبوجيره هذه. من يشوف يحصل الشيء اللي عنده كان فرح ولا حزن؟ بوجر. ما عرف كيف يتصرف. لازم الادمي يجز ويضرب بريك ويرفع الهند بريك وينزل من السيارة ويعرف يخطط شو بيسوي شو ما بيسوي. يا الله يبارك لهم ويهنيهم ويحفظ أمة محمد أجمعين يا رب العالمين، يطرح البركة ويرزقهم إن شاء الله بالذرية الصالحة يا رب. مساكم الله بالخير. أكيد مساء الظهر قديت وعيت من الله خير يا غير أبوي، ما رمت حلي، هذا وقت التحلية الحين. يا الله يحفظكم، ما برو مقاوم اي ضعف اي واحد يضعف. شو بلعني منو يروم ابو يقاوم منو يروم؟ البان 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 حرامي انها البان. يا سلام تتقلقل. ها تقلقل، هاي قلت تقلقل، هاي في تقلقل. يا سلام سلم عن الله تعاب الرجيم. يا مرحبا بولد احمد، يا مرحبا يا مرحبا. سلام عليكم. ها وين؟ جود ايفنينج. وين جايين؟ خلاص هي بس زين. يلا تعال عدالي. صليت انت؟ صليت صلاح؟ صليت لو ما صليت؟ خير. انت حين الجواب عك ما جاوبت. صليت المغرب؟ خلاص. ما كذبك ما كذبك يا الكذوب يا الكذوب يا الكذوب. زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. هاي على الله يحفظكم أطياب السعيد من الكويت اللي جايبنها. هاي هدية منو؟ مش من عند أطياب السعيد، هاي هدية جايبنها سليمان القصار. هاي الهدايا انطتن سليمان القصار يوم يقير. انا نسيت اصورها. هذا ها اطياب السعيد، هذا من هذا عطر مخلط بعد منقير، هذا ريحته وايد فنانه وهذا بعد ريحته فنانه. اسم العطر القصار، وهاي هدايا القصار جايت لنا ونسيت اصورهن، والحين عاد بصوركم اياهن. مشكور يا ابو داود، يعل عمرك ان شاء الله عدد تفوتيخه هالعطورات، عطورات فنانه وذوق راقي وهديت مقبولة. يا الله يحفظك ويطول بعمرك. قول له شكرا يا سليمان. سواد شكرا. هذا واحد حقي، واحد حق قال ما بعطي الاسم، وواحد حق صلاح، يعني اثنين 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 ثلاثة. صلاح قول له سليمان عاده ما زان ابوي الريح ولا زان العطر ولا زان اللي يوم اللي يوم ذهب اسمك. صلاح قول له شكرا ابو داود. شكرا يا ابوك، ما زان الريح ولا زان العطر اللي يوم دار اسمك في نص علبة العطر. قول لي شكرا. شكرا ابو داود. اليوم برشلونة محتفلة اليوم. برشلونة اليوم شال الدنيا على راسها، ها فايزة وحفلات وزفلات والقمر ظاهر والعرب تحور، بس نحن إلا من البلكونة ترى. لا 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 ما ما في ما في لا مش على كيفك. أسبي عارفون أنا لا ليلي ليل أبوي ولا نهاري نهار. شو الحين نص الليل ها وأنا متشاهد وياه كل شيء جالس يسوي ها. ينزل ها عن خراريف اللي عن دراريف الغبرات تظهر من الطرف. لا هلا الحين جالسين نحط الفيديوهات موجودات من هاك الوقت من سنتين يا غير بدون مسميات. فالحين ليه بموضوع مثلا ما يعرف كيف يدخل، من يحط القناة مالتي يظهر لمليون فيديو بدون اسامي. فالحين حطينا عاد نحط المسميات، لقطنا حتى مال مهرجان حياة الشيخ زايد العامي مال التراث الافتتاح والعلم امور وايدة، مال مهرجان مال ارض المعارض العامي، مال المغرب في ابو ظبي اللي في استوى في ارض المعارض معروف كان جاي.